كاين مشروع اللي كبير اللي جابوا سيدنا اللي هو وجا في هذا المخطط ديال النموذج يعني التنموي الجهوي اللي جابه ديال المناطق الجنوبيه اللي جابه سيدنا الله ينصرو اللي هو المرصع ديال البور ديال الداخله 12 مليار ديال الدرهم تقريبا ديال الاستثمار وهذا غادي يعطي واحد الانفتاح اللي هو كبير على جميع المناطق العالم وغادي يعطي تموقع. فبكل صراحه يعني ما نقول لكم صبروا سنين وسنين، ما هادشي احنا داخلين في الانجازات، هادي 24 هو الطرق، 25 الفلاحه، يمكن عام ولا عامين من بعد هو البروجيد، يعني الامور غادي تشوفوها في هاد المدى القصير والجد المتوسط الامور كتبدل في المنطقه ديالكم، وان شاء الله هادشي نتمنى على الله ان يعود بالخير الناس ديال المنطقة ويعود بالخير للشغل، لأن كنعرفوا بأن الشغل هو يعني شيء أساسي بالنسبة للأمهات وبالنسبة يعني للعائلات اللي بغاو باش ولادهم والشباب ديالهم يشتغل، وحنا كنوجدوا في الإمكانيات باش يكون، وهذا ماشي فقط في الدخلة، هذا هو لو نوفو تشالنج ديالنا دابا في السنوات المقبلة، هو نباشروا الإشكالية ديال التشغيل ونباشروا الإشكالية ديال لومبلوا، لأنه خرجنا تكلمتوا خرجنا من الكوفيد، خرجنا من الازمه الاولى، خرجنا من الازمه الثانيه والزلزال وقلت الماء وسميتوا، ولكن الحمد لله صامدين وواقفين وغادي للامام وما موقفينش يعني كحكومه البرامج ديالنا، بالعكس حنا زايدين في البرامج وغادي نرجع لكم البرامج. دونك منطقه اللي هي الحمد لله الخير وامال وكل الخير ان شاء الله في يعني في التنميه كما بغى سيدنا نكون في هذه المنطقه، وحنا كحكومه كنوعدكم بانه غادي كنوعدكم بالتنزيل الامثل لجميع يعني الطموحات ديال سيدنا اللي بغاها يعني في هذه المنطقه.